إذا هذه الحيوانات التي ترى بالعين المجردة، يعني كنشوفوها بالعين المجردة، شنو تعمل على ماذا؟ تعمل على تقطيع الأوراق الميتة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم في الحصة الثالثة، أدوار الكائنات الحية في التربة، دائما في الوحدة الثانية، وحدة التربة، مرجع منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. إذن الهدف من هذا الدرس هو التعرف على التنوع البيولوجي في التربة، يعني أهم الكائنات الحية الموجودة في التربة وشنو الدور اللي كدير في التربة. إذن أولا سنبدأ بملاحظة الصورة كما العادة وقراءة النص المجاور لها. إذن في غابة مجاورة لاحظ ياسر أن طبقة الأوراق الميتة الفرش الحرجي التي تتشكل فوق التربة خلال فصل الخريف تختفي بكاملها تقريبا خلال فصل الصيف، ولاحظ أيضا وجود ديدان الأرض والفطريات في الفرش الحرجي. إذن لاحظ ياسر أن طبقة الأوراق الميتة الموجودة في الغابة، ديك الطبقة اللي كتكونها الأوراق الميتة وبقايا الحيوانات اللي كتسمى الفرش الحرجي، شنو كيوقع لهذه الطبقة؟ تختفي بكاملها تقريبا خلال فصل الصيف. إذن هذه الطبقة اللي تكونت في فصل الخريف كتختفي بالكامل في فصل الصيف. إذن ولاحظ أيضا وجود ديدان الأرض والفطريات في الفرش الحرجي. إذن لاحظ ياسر أنه في الفرش الحرجي توجد ديدان الأرض والفطريات، يعني فوق ذاك الفرش الحرجي كاين مجموعة من الديدان والفطريات. إذن هي حيوانات موجودة في التربة، هي حيوانات موجودة في التربة. إذن في نظركم شنو هو سؤال التقصي اللي غادي نقترحوه في هذه الحصة؟ إذن السؤال اللي ممكن نقترحه هو شنو السبب ديال اختفاء ماذا؟ اختفاء الفرش الحرجي في فصل الصيف. إذن ما سبب ماذا؟ اختفاء الفرش الحرجي في فصل الصيف. ما تستفهم. إذن هذا هو سؤال تقصي اللي غادي نبحثوا على الجواب ديالو انطلاقا من دراسة الأنشطة المبينة في الصفحة 25. بالنسبة للفرضيات التي يمكن اقتراحها هو أنه اختفاء الفرش الحرجي راجع إلى وجود ماذا؟ وجود حيوانات كديدان الأرض والفطريات في هذا الفرش الحرجي، هو الذي ساهم في ماذا؟ في اختفائه، وذلك بكون ديدان الأرض والفطريات عملت على تفتيت الأوراق وكذلك ذاك الحيوانات الميتة وتحويلها إلى ذبل. إذن حولت ذاك الأوراق وذاك الحيوانات الميتة الموجودة على سطح التربة حولتها إلى ماذا؟ حولتها إلى ذبل الذي يساهم في تخصيب التربة، هو اللي كيرجع التربة لصالح الزراعة وكيرجعها كتعطي واحد المردود مهم. الآن غادي نمر معكم باش نتحققوا من صحة ديال الفرضيات، وذلك بإنجاز الأنشطة المبينة في أتحقق. إذن أولا السؤال الأول، أحدد دور بعض الكائنات الحية للتربة بكتابة كل حرف في المكان المناسب. عندي جوج ديال الحروف، عندي الحرف ألف والحرف باء. حرف ألف تقطيع الأوراق الميتة، والحرف باء تفسخ وتحلل الأوراق المفتتة. إذن بعض الحيوانات تعمل على ماذا؟ على تقطيع الأوراق الميتة، وحيوانات أخرى أي كائنات حية أخرى تعمل على تفسيخ وتحليل الأوراق المفتتة. إذا لاحظوا في هذا الوثيقة رقم واحد دور الكائنات الحية في التربة. إذا هنا لاحظوا، هنا عندي تربة، هنا عندي كائنات حية، حيوانات التربة، وهنا عندي فطريات وبكتيريات. إذا حيوانات التربة كنذكروا منها داك الديدان، كنذكروا منها داك حمار وقبال، داك اللي درسناهم في الدرس السابق. مفهوم؟ إذا هذه الحيوانات التي ترى بالعين المجردة، يعني كنشوفوها بالعين المجردة، شنو تعمل على ماذا؟ تعمل على تقطيع الأوراق الميتة. إذا ألف فهم تعمل على تقطيع الأوراق الميتة، ديك الأوراق الميتة اللي شافها ياسر هنايا اللي رجعات من بعد واختفت، شكون اللي عمل على تقطيعها؟ هي الحيوانات التربة. داكوغ، ثم يأتي دور الفطريات والبكتيريات، يعني هي عبارة عن كائنات حية مجهرية، يعني ما يمكنناش نشوفوها بالعين المجردة، كنشوفوها فقط باستعمال لا لوب. داكوغ، دونك هنايا باء
الدور ديال هذه الفطريات والبكتيريات يتجلى في ماذا؟ في تفسيخ وتحليل الأوراق المفتتة. الآن نمر إلى السؤال الموالي، أبين تأثير الكائنات الحية للتربة على الفرش الحرجي بملء الفراغات بما يناسب. إذن غادي نبين تأثير ديال هذه الكائنات الحية ديال التربه على ايش؟ على هذا الفرش الحرجي، كيفاش كتاثر عليه وكيفاش كتعمل على اختفاء داك الاوراق وكترجعهم على شكل تربه. داكوغ، اذا تخضع عناصر الفرش الحرجي اللي هو مكون من الاوراق غالبا زائد بقايا الحيوانات للتقطيع، يعني تخضع هذه العناصر ديال الفرش الحرجي للتقطيع. للتقطيع وماذا؟ للتقطيع والتجزيء. للتقطيع والتجزيء بفعل ماذا؟ بفعل الحيوانات الصغيرة والدقيقة للتربة، هي اللي قلنا هنا. داكوغ، إذا التقطيع والتجزيء، شكون اللي كيعمل على تقطيع وتجزيء الفرش الحرجي؟ هما الحيوانات الدقيقة والصغيرة. ثم تتفسخ وتتحلل بفعل الفطريات والبكتيريات، قلنا هنا يا باء تفسخ وتحلل الأوراق المفتتة، شكون اللي كيدير هادشي هذا؟ هما الفطريات والبكتيريات. وتتحول إلى ماذا؟ دونك هاد الفرش الحرجي من بعد ما يتقطع ويتجزأ ويتفسخ ويتحلل بالفطريات والبكتيريات، كيرجع مادة عضوية، مادة عضوية قاتمة اللون. شنو زعما قاتمة اللون؟ يعني لونها قاتم، يعني اللون ديالها مغلق، أسود مغلق. غنية بالعناصر المعدنية، يعني غنية بالعناصر المعدنية. تدعى ماذا؟ تدعى الدبال. تدعى الدبال. إذا الدبال هو ماذا؟ هو عندما يصبح الفرش الحرجي مادة عضوية غنية بالعناصر المعدنية. دونك يدعى دبال. الدبال له دور في ماذا؟ له دور في تخصيب التربة، كيرجع التربة خصبة. دونك الذي يرفع من ماذا؟ من خصوبة التربة. من خصوبة التربة. إذا الآن نمر للتجربة 2. جو رياليز ليكسبيريونس سويفونت. دونك ليكسبيريونس هي هذه، التجربة هي هذه. جو مي des couches successives de terreau et de sable dans un bocal. Puis j'arrose et je dépose des vers de terre et des feuilles mortes au-dessus. Je couvre le bocal d'un cache noir et j'arrose deux fois par semaine durant un mois. Regardez. Donc, تجربة هي كالتالي، جو مي دي كوش سكسيسيف دو تيرو اي دو سابل. دونك كندير ماذا؟ طبقات متتالية ديال اش؟ ديال التربة، داكوغ؟ وديال ماذا؟ ديال الرمل. بوي جاغوز، جاغوز يعني كنسقي هاد، كنديرهم في هاد الإناء هذا وكنسقيهم. اي جو ديبوز دي فيغ دو تيغ، شنو كندير على داك الطبقات؟ كندير عليهم ديدان الأرض، لي فيغ دو تيغ، داكوغ؟ اي دي فوي مورت، وكنزيد عليهم داك الأوراق الميتة اللي كطيح في فصل الخريف، داكوغ؟ كنزيد عليهم فوق الإناء، فوق داك الطبقات، داكوغ؟ جو كوفغ لو بوكال دان كاش نواغ، دونك غنسد هاد القرعة، غنسدها بواحد الغطاء اسود، داكوغ؟ غطاء اسود علاش؟ باش ما يدخلش الضوء، داكوغ؟ اي جاغوز دو فوا بار سومين دورون ان موا، ومن بعد كنبقى نسقيها جوج د المرات في الاسبوع، جوج ديال المرات في الاسبوع لمده شهر. من بعد شهر شو كيفاش كتولي لي هاد التربه. دونك جوبسيرف لي ريزولتا اي جو ميكسبريم، كنلاحظ النتائج، كنعبر على الراي ديالي. جو ديتيرمين لي رول des vers de terre en complétant les phrases par les mots suivants. Donc, غادي نشوف الدور ديال ديدان الارض وغادي نكمل هاد الجمل هادو. باش غنكملهم بماتيير مينيرال، لايغاسيون، ميلونج، فراغمونت. ماتيير مينيرال هي الماده المعدنيه او المواد المعدنيه، لايغاسيون هي التهويه، ميلونج هي التخليط، au fragment il y a très haut utilisé. Donc les vers de terre creusent des galeries permettant. Donc les vers de terre fait qu'ils la dans le dérum, elle qui trouve des tourbes, d'accord, qui relie le massamet ni les douze le hawa, d'accord. Donc permettant l'aération du sol. Tehouillet à tourbe. Aération du sol. Puis fragmente les constituants de la litière. D'accord? Fragmente les constituants de la litière. Fragmente. Tejzi.
شنو كيجزئوا؟ كيجزئوا داك ليتيير، داك الفراش الحرجي، داكوغ، المكونات ديال الفراش الحرجي كيتجزأ. دونك شكون اللي كيجزئهم؟ هما داك ديدان الارض، اي اونفويس اي لي ميلونج، من بعد كيخلطهم. داكوغ، داك الديدان كتخلطهم افيك كوا؟ افيك لا تيغ، كتخلطهم مع التربه او مع الارض، اي لي كونسوم، من بعد كتاكلهم، اي اونريشيس لو سول اون، وكتغني التربه. داكوغ، كتغني التربه بايش؟ بالماتيير مينيرال، بالمواد المعدنيه، ماتيير مينيرال، ماتيير مينيرال. داكوغ، دونك الدور ديال لي فيغ دو تيغ شنو كيديرو؟ كيهويو التربه. كيفاش؟ يعني كيقطعو داك الفرش الحرجي و كيخلطوه مع التربه، اي ابخي اونغيشيس لو سول، دونك كيغنيو هاد التربه باش بالماتيير مينيرال كونتوني دون لو روجي. اذا هاد الماتيير مينيرال ناتجه عن ماذا؟ عن الفضلات او لا البراز ديال هاد لي فيغ دو تيغ. داكوغ، داك البراز ديال لي فيغ دو تيغ هما لي ماتيير مينيرال اللي كتستافد منهم التربه. داكوغ، المواد المعدنيه اللي كتستافد منهم التربه باش كترجع خصبه. فهم الان غادي نمروا الاستخلاص. داكوغ، الملخص: تعمل حيوانات التربة والفطريات والبكتيريات على تحليل الفرش الحرجي وتحويله إلى ذبال وإغناء التربة بالمواد المعدنية وتخصيبها. هي اللي قلنا هنا، إذا هاد الحيوانات ديال التربة منها الفطريات والبكتيريات، شنو الدور ديالها؟ تحليل الفرش الحرجي، دونك كتقطعو وكتحللو. داكوغ، وكتحولو إلى ماذا؟ كتحولو إلى ذبال. هاد الذبال هذا كيساهم فين؟ في إغناء التربة بالمواد المعدنية وباش كترجع خصبة. كما تعمل الحيوانات الصغيرة مثل ديدان الأرض على تهوية ماذا؟ تهوية التربة وتخصيبها، يعني كترجع التربة فيها الهواء وكترجعها خصبة. فهم؟ Donc les animaux du sol, les champignons, الفطريات، et les bactéries, البكتيريات، décomposent، كيحلوا la litière، كيحلوا الفرش الحرجي، et la transforment en humus، وكيرجعوه humus، كيرجعوه على شكل دوبل، enrichissent le sol en matière minérale et le fertilisent، يعني إغناء التربة بالمواد المعدنية و وتخصيبها، يعني وكتخصب التربة. Les animaux du sol comme les vers de terre، les animaux du sol، الحيوانات ديال التربة بحال ديدان الأرض، شنو كيديرو؟ كيهويو التربة، l'aération du sol، و كيخصبو التربة. فهم؟ الآن نمرو إلى التطبيق. أطبق، جابليك. La première question: أرتب مراحل تفسخ ورقة نبات بفعل الفطريات والبكتيريات بوضع الأرقام من 1 إلى 4 في الخانات المناسبة. إذا هاد التصاور هادو عندنا 4 ديال التصاور، ديال واحد الورقة، ديال واحد النبات، بفعل الفطريات والبكتيريات، يعني ماذا سيقع لهذه الورقة؟ ستتفسخ. داكوغ، إذا ما هي المراحل تفسخ هذه الورقة؟ إذا راه واضحة، لاحظوا، أولا سأبدأ بهذه الصورة، 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4، دونك هادو هما المراحل ديال التفسخ. لاحظوا هنايا الدرجة ديال الاخضرار، يعني اللون الأخضر، لون غامق، منين كنمروا هنايا بحال كيبدا يتفتح داك اللون الأخضر، كيرجع اصفرار، هنايا اصفرار الورقة، ثم تصبح جافة، يعني تصبح ميتة، يعني تموت هذه الورقة، تموت. مفهوم؟ إذن 1 2 3 4. Question 2 en français: j'entoure d'un trait les rôles de vers de terre dans le sol. Donc غادي نسطرو على الأدوار ديالاش؟ ديال les vers de terre، ديدان الأرض. L'aération du sol: manger les petits animaux du sol. La fertilisation du sol: la séparation des constituants du sol. تهوية التربة واش صحيح او خطا؟ مونجي لي بوتي زانيمو دو سول، كتاكل داك الحيوانات الصغيره ديال التربه. لا فيرتيليزاسيون دو سول، تخصيب التربه. لا سيباراسيون دي كونستيتيون دو سول، يعني تفريق المكونات ديال التربه. اذا راه واضحين كما قلنا في الملخص، الادوار ديال ديدان الارض راه هما واضحين. تهويه التربه، هي تهويه التربه وتخصيبها، هي لا فيرتيليزاسيون دو سول. دونك الاجوبه الصحيحه هما لايغاسيون دو سول ou la fertilisation du sol. Donc, هادشي اللي كان عندي في هاد الفيديو، كنتمنى لكم كل التوفيق، واستنوني في فيديو قادم ان شاء الله ديال درس جديد في منهل النشاط العلمي. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.